دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض ابرز واهم الاخبار اللي هتحصل النهارده في سياق هذا التقرير. بخصوص الاخبار اللي هتحصل النهارده، فالنهارده هتنطلق اخر رحلات الطيران لحجاج السياحه للاراضي السعوديه لاداء مناسك الحج لهذا العام، وبتعمل الحكومه على تعزيز جوده الخدمات المقدمه لحجاج السياحه والتاكد من تقديم افضل الخدمات، وبتكثف جهودها لتقديم كافه التسهيلات والخدمات اللازمه المتميزه والرعايه الشامله لهؤلاء الحجاج بما يضمن تجربه حج مريحه وميسره، وهو ما ياتي في ضوء توجيهات الدوله المصريه في هذا الاطار. النهاردة هيؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول في مادتي الاقتصاد والإحصاء بالمواد الغير مضافة للمجموع في ثاني أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية. النهاردة أيضاً هتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة يوم ثقافي ترفيهي للأطفال بقصر ثقافة السلام بالقاهرة في إطار مبادرة وزارة الثقافة ثقافتنا في أجازتنا. تبدأ الفعاليات بمحاضرة بعنوان كيف تخطط لمستقبل طفلك، يعقبها لقاء شعري وآخر للتعريف بتاريخ الحرف والفنون التقليدية.